اتفرج على مباراه منتخب المغرب بفتكر دايما جمله الفنان القدير صلاح عبد الله في المقلب حراميه لما جمع الفريق بتاعه وقال لهم كل واحد في كل واحده حكايه، بس كل واحد في كل واحده مش كفايه. ودي بقى الازمه اللي بيعاني منها منتخب المغرب، ان كل لعيب جوه الملعب لعيب تقيل جدا ولعيب شايل الفرقه، ولعيب لو دورت على الاسماء بتاعتهم هتلاقي ان عندك رومان سايس او غانم سايس لعيب ولفرهامبتون، لو دورت على جهاد اليامك اللي احرز الهدف النهارده بيلعب في بلد الوليد، دورت على اشرف حكيمي انتر واحد من اهم اللعيبه السنه دي في موسم انتر، دورت قدام هتلاقي حكيم زي شابا مايسترو، هتلاقي ان حكيم واحد من افضل اللعيبه في الكوكب حاليا، فهتلاقي ان انت عندك مشكله بقى فين حكيم زياش؟ لا موجود على الدكه. ليه حكيم على الدكه؟ عشان عندك لعيب مميز زي منير حدادي، وعندك كمان عادل تعرابت الموهبه اللي الكوكب كله كان منتظرها وفجاه بقى دلوقتي من المواهب المنسيه، بس الراجل لسه بيقدم اداء كويس مع بنفيكا ياهل ان هو يلعب مع المنتخب المغربي. والناحيه الثانيه سليم الماله، وقدامهم لعيب زي يوسف النصير. طب تمام كده، المشكله في عالم كره القدم بالنسبه للمغاربه ان الملعب لازم يبقى فيه 11 لعيب بس، و11 لعيب بس مع المواهب الكتير قوي اللي موجوده جوه المغرب حاليا وبراها من لعيبه بيلعبوا في اوروبا، والله ما لا حسد، لعيبه مميزه جدا كلهم اسماء مميزه، كلهم اسماء يمي صعب جدا ان انت ما تذكرش حد فيهم. حتى مثلا لو نسيت واحد زي نايف عجرود، ده برده لعيب بيلعب في نادي رين، ولو دورت برده على ايوب العلمود ده تقريبا بيلعب في الوداد، بيلعب في الوداد فعلا، واشرف حكيمي وسفيان مرابط وسليم. لا يا جماعه فرقه مميزه جدا، فرقه تنتظر منها جوه الملعب شغل فني عالي جدا، بس الازمه كلها ان ايام هيلفري نارد ما كانش الفريق بيقدم اداء كويس جوه الملعب يشفع له انه يقول ان ده فريق. كان الفكره كلها فكره فرديات، وكان الفكره كلها انك بتشوف ان الاعتماد كله على اشرف حكيمي والاعتماد كله قدام على حكيم زياش. انما دلوقتي ايام وحيد خلوفيتش الراجل لسه بيبدا، والراجل كل مباراه بيلعب بتشكيله علشان خاطر عايز يوصل مسج للعيبه ان انا والله انا هلعب كل اللعيبه علشان خاطر ما بظلمتش اي حد وعلشان خاطر اعرف ابني فريق. بس الازمه كلها انك وانت بتدي فرصه لكل اللعيبه المميزه في المغرب هتلاقي ان انت عايز 20 25 ماتش ودي علشان خاطر تدي لكل اللعيبه المغاربه اللي موجودين في اوروبا، لان الموضوع بسم الله ما شاء الله زي ما قلت لك لعيبه كتير جدا مغاربه مميزه في اوروبا. فوانت بتدي اللعيبه دي هتنسى القوام الاساسي بالنسبه لك عامل ازاي، وهتنسى الفرقه اللي انت مفترض ان انت تعتمد عليها وتركز معاها اللي هم ال 22 او ال 25 لعيب اللي انت محتاج تركز معاهم علشان خاطر هتلعب بيهم تصفيات كاس عالم، هتلعب بيهم امم افريقيا، طب هتلعب بيهم اي حاجه، هتلاقي ان انت اتروشت لان انت جربت لعيبه كتير، وانت بتجرب اللعيبه كتير دي وقع منك اسماء كتير، وعشان خاطر كده هتلاقي ان المشكله بالنسبه لك انك لسه واقف في نفس المكان اللي كان فيه هيرفي نار، انك بتعتمد على شويه فرديات. يعني النهارده الشوط الاول منتخب المغرب ما كانش واو، وحتى الشوط الثاني حكيم زياش لما نزل ولعب الفاول لجواد اليوم واحرز بيه الهدف الاول، بعدين المنتخب المغربي وقع، بعدين المنتخب المغربي برغم التغييرات برغم نزول ايوب برغم الحاجات اللي المغاربه كانوا مستنيين ان هم يشوفوا مثلا لعيبه بتنزل من على الدكه، ايه ده هو الموقع نزل نسي ولا ايه؟ حكيم وينزل يحيى جبران ونزل الياس شويل ونزل ايمن بركوك، الناس دي برده ما قدمتش الاداء الواو، بالعكس بعد الهدف الاول لقينا ان منتخب غانا مسك الكره، منتخب غانا كان الاخطر لحد ما جينا ياسين بونو وفكرك ان هو واحد من افضل حراس في افريقيا وشال منتخب المغرب في الفتره اللي لعيبه غانا كانت بتهاجم فيها علشان خاطر تدريش. انا بسم الله ما شاء الله فرقتك مميزه، فرقتك قد تكون مثاليه، بس الازمه كلها ان هم ليسوا فريق، الازمه كلها ان هم شويه فرديات، فشل مدير فني وسيفشل مدير فني لما يركز مع 20 30 لعيب هم دول اللي هيعملوا المنتخب، انما تقعد تركز مع كل لعيب مغربي بيطلع في اوروبا وكل لعيب مغربي بيقدم اداء مميز مع فريقه ومنتظر اللعيبه المغاربه اللي هم في دلوقتي كلام عنهم يلعبوا المنتخب الفرنسي، هتقعد تحاول تقنعهم علشان خاطر تيجي تديهم فرص، لا انت ركز مع 25 لعيب 22 لعيب بالكتير وركز معاهم ودول قوامك الاساسي، انما كل لعيب هيطلع مميز تروح تجيبه وتديله فرصه مع المنتخب والله ما مش 25 ماتش انا كنت بقول لك عليهم هتلاقيهم ان هم قليلين، وهتلاقي ان انت محتاج 30 ماتش علشان خاطر المواهب الكتير قوي دي هنحطها فين؟ والله ما بحسب يا صديقي، والله ما حسب، بس الفكره كلها انك لازم تبني فريق، انك ما ينفعش كل مباراه تلعب بالتشكيله علشان خاطر ترضي الجمهور، علشان خاطر تقول لكل لعيب ان انا اعطيتك فرصه، معنى كده انك مش هتحاول تبني فريق. بس هي دي الفكره اللي انا عايز اقولها لك في الفيديو، ان انت لازم تحتاج انك تركز مع 25 او 22 لعيب علشان خاطر تبني فريق،
زي ما اخواننا الجزائريين ما بيتكلموا على حته ان احنا عندنا منتخبين، المنتخبين واضحين، انما لو دورت دايما على كل لعيب جزائري بيطلع في اوروبا ونقول ان احنا هنروح نجيب الراجل ده ونحطه جوه الملعب مش هنخلص يابا. زي ما قلت لك كده، اخواننا المغاربه والجزائريين منتشرين انتشار غير طبيعي في اوروبا كلها، فلو دورت على كل اللعيبه المميزه حلني بقى قبل ما تعمل فريق. فهمت القصه كلها من الفيديو ولا لا؟ لو فهمت ممكن تعمل لايك، لو ما فهمتش فابوس ايدك يا اسطى ما تشتمش يعني. خدنا الزمالك المنتظرين اشرف بن شرقي يلعب يا اسطى، يعني بقول لك كل القصه دي، ولاعيب زي بيلعب بيلعب في القمار زي بص زي زكريا ابو خليل. بص انا كنت فاهم ان زكريا ده زكريا الابيض، بس مع الاسف ما طلعش هو طلع بيلعب في القمار. ولو طلع هو سريك اقول له ان هو، واعمل لايك او سبسكرايب للفيديو واعمل ديسلايك لو ما عجبكش.